عبر الهاتف تنضم إلينا من الشارقة إيمان أحمد، منسق عام معرض شارقة دولي للكتاب. مساء الخير، أهلا بك معنا سيدة إيمان. أيام تفصلنا عن معرض الشارقة الدولي للكتاب، ماذا أعددتم لنا لهذا العام؟ مساء النور، أهلا وسهلا، تفضلي. بالطبع، تفصلنا أيام قليلة عن انطلاق الدورة 36 من معرض الشارقة الدولي للكتاب بتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة. وتقام هذه الدورة خلال الفترة من 1 نوفمبر ولغاية 11 من نوفمبر في مركز إكسبو الشارقة. وتحمل هذه الدورة عنوان شعار عالم في كتابي. وقد أتمتنا كافة الاستعدادات اللوجستية والإدارية لاستقبال هذا العرض الثقافي الكبير. ما عدد دور النشر المشاركة بهذه الدورة سيدة إيمان؟ عدد الكتب التي سيتم طرحها؟ في هذا العام تشاركنا أكثر من 1650 دار نشر من 60 دولة مختلفة. هناك العديد من الدول التي تشاركنا في أول مرة، وهي كوريا الجنوبية، بنغلاديش، والدنمارك. أما بالنسبة للكتب التي سيتم طرحها فهناك أكثر من 1,500,000 عنوان. ثلث هذه العناوين صدرت في العام الجاري. وطبعا هذه الكتب استحوذت على مساحة أكثر من 14,625 متر مربع في هذا المعرض. طيب، شخصيات أدبية عربية مشاركة في هذه الدورة، هل نتحدث عن شخصيات معينة ممكن أن نذكرها سيدة إيمان؟ بالطبع، هذا المعرض في هذا العام يستضيف كبار الشخصيات الأدبية والثقافية العربية والأجنبية، منهم الفنان السوري العالمي غسان مسعود، الروائي الجزائري واسيل الأعرج، والشاعر والروائي الفلسطيني إبراهيم نصر الله، والإضافة إلى شخصيات أدبية من خارج الوطن العربي، منهم الكاتب الأمريكي المتخصص في أدب اليافعين بيتر لورانجس، والكاتبة الأمريكية فيكتوريا كروستوفر، الكاتب الفرنسي جوليان كولمور، والعديد والعديد والآخرين من الكتاب الخارجيين والمحليين. عام بعد عام سيدة إيمان، تلحظون إقبالا أكثر بهذه الدورات؟ بالضبط، طبعا في كل عام يزداد عدد الزوار، يزداد عدد دور النشر المشاركة، يزداد عدد الفعاليات. في كل سنة نطمح لكسر أعلى الأرقام. إلى أي درجة مهمة هكذا دورات سيدة إيمان وندوات لتوعية من جديد والتذكير بأهمية الكتاب؟ وإلى أي درجة تلمسون فعلا نتائج هذا الجهد؟ الحمد لله، كما ذكرت سلفا أن كل دورات معرض الشارقة الدولي للكتاب تنطلق بتوجيهات صاحب السمو، وهذا المعرض يعتبر ترجمة لمرئيات صاحب السمو في نشر الكلمة المقروءة، ليس فقط في الشارقة، ليس فقط في الإمارات، بل بالعالم العربي أجمع. في العام السابق كان عدد الزوار أكثر من 2,300,000 شخص، ففي هذا العام نصبح كسر هذا الرقم أكثر. كم العدد تقريبا الذي يأتي من خارج الدولة سيدة إيمان؟ عدد كثير، إذا حسبتي عدد المساحة في قطر سكان دولة الإمارات فاحسبي عدد الخارجيين أيضا. ما فهمت. المساحة التي حسبناها في العام السابق 1,300,000 ضيف شخص حضر لهذا المعرض. شكرا جزيلا. نعم، بيعطيك العافية، شكرا جزيلا. من الشارقة سيدة إيمان أحمد، منسق عام معرض شارقة دولي للكتاب.